الحمد لله العفو الغفور لا تنقضي نعم ولا تحصى على مر الظهور واسع الخلائق حلمه مهما ارتكب من شرور يتوب ربنا على من تاب ويقبل على من اناب ويجبر المقصور اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب النبي صاحب الشفاعه العظمى وله المقام الاسمى واسمه على ابواب الجنه مكتوب. فبدايه نتوجه بخالص الشكر والوفاء والعرفان لاستاذنا معالي الوزير معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه لتوجيهه الطيب دائما وابدا واهتمامه بالاسر الفقيره والاولى بالرعايه. وحتى هذه اللحظة وصلنا في بورسعيد عدد 10 بحوم أضاحي هذا العام الطيب المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل برفع الوباء والبلاء، وكل عام وأنتم بخير. شكرا، شكر الله لكم رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله وبتوفيقه اليوم الأربعاء 9/9/2020 تم استلام الدفعة السابعة بمديرية أوقاف الفيوم 4 طن لحمة، وبلغ إجمالي اللحوم التي تم تسليمها للمديرية 24 طن، وسوف تقوم المديرية بإذن الله تعالى بتوزيع هذه الكمية على الإدراك الفرعية التابعة لمديرية أوقاف الفيوم، ويتم توزيعها على الأسر الأكثر فقرا وأشد احتياجا حسب تعليمات الوزارة. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي المبارك الأمين. وضع في يوم الأربعاء الموافق 9/9/2020 حضرت إلى مديرية أوقاف بني سويف العربية المختصة بتوزيع اللحوم، وقد وصل 3 طن من اللحوم. نشكر قيادات الوزارة وعلى رأسهم معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على اهتمامه بأصحاب الحاجة. الرحمن الرحيم، النهاردة الأربعاء 9/9 معنا 4 طن لحمة من الوزارة، هم دي الدفعة الثامنة.